من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال حديثنا في الحديث الرابع من باب أن الأئمة عليهم السلام يعلمون علم ما كان وما يكون من كتاب الكافي الشريف. هذا الحديث الشريف يذكر الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام علم الأئمة عليهم الصلاة والسلام وأن هذا العلم هو عطية من الله سبحانه وتعالى لهم هنا حمران ابن أعين وكان من أصحاب الإمام الباقر وهو أخو زرارة يسأل سؤال وهو أن الأئمة عليهم الصلاة والسلام إذا كانوا يعلمون علم ما يكون فكيف الإمام أمير, أمير المؤمنين والإمام الحسن والإمام الحسين نهضوا مع أنهم كانوا يعلمون بما يقول الأمر بعد ذلك أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول فلما نهضت بالأمر نكثت طائفة ومرقت أخرى وقصت آخرون وآل الأمر إلى القتال بين أمير المؤمنين وبين مناوئيه إلى أن قُتل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. وكذلك الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام بعد استشهاد أمير المؤمنين نهض لمدة أشهر وبعد ذلك صالح وكذلك الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في اواخر حياته نهض الى ان قتل لو كانوا يعلمون بما يكون كيف نهضوا الانسان حينما يعلم بانه لا يصل الى النتيجه المرجوه لا يسير في المقدمات واذا هو يعلم بانه لا يتمكن من الوصول الى النتيجه المرجوه ومع ذلك اقدم يلام على ذلك أنت لم تكن أنت كنت تعلم بعدم وصولك إلى النتيجة المرجوة فكيف أقدمت على المقدمات هذا السؤال يسأله حمران بن أعين عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام وهذا السؤال يدور في أذهان البعض وهو من الشبهات التي تثار سواء يثيرها المخالفون او بعض ضعاف العقيده من الشيعه، الجواب على ذلك الامام الباقر عليه الصلاه والسلام يقول: ان الله سبحانه وتعالى كان له قضاء وقدر وحتم بما جرى على الائمه عليهم الصلاه والسلام هذا بقضاء من الله وقدر من الله وامضاء وحتم فلذا الذي جرى عليهم كان بقضاء من الله الله سبحانه وتعالى كان يريد ذلك والله سبحانه وتعالى اخبرهم عبر رسول الله محمد صلى الله عليه واله بهذه النتيجه التي وصلوا إليها. ولكن في الوقت نفسه الله سبحانه وتعالى أعطاهم هذه الكرامة والمنزلة أن يدعوا الله سبحانه وتعالى لتغيير هذا القضاء والقدر والإمضاء. لكنهم رجحوا إرادة الله سبحانه وتعالى. زين لماذا اقدموا لان وظيفتهم كانت ذلك الانسان عليه ان يؤدي وظيفته حتى لو كان يعلم بانه لا يصل الى النتيجه المرجوه الانبياء الذين امرهم الله سبحانه وتعالى بالتبليغ فلم يؤمن بهم الناس هل هؤلاء الانبياء عملهم كان لغوا والعياذ بالله كلا وظيفتهم ان يبلغوا هسه الناس ما استمعوا الى كلامهم هذه مشكله الناس وليست مشكله الانبياء وهؤلاء الانبياء اذا كانوا يعلمون بان النتيجه هي ان الناس سوف لا يؤمنوا بهم هل كان يبقى وظيفتهم التبليغ الجواب نعم لانه الله سبحانه وتعالى امرهم بذلك طبعا الله لا يامر بعمل عبث وعمل لغو وانما الله سبحانه وتعالى يختبر الناس اذا يعذبهم قبل ان يرسل اليهم الرسول هذا عقاب بلا بيان وهذا قبيح عقلا لذا الله سبحانه وتعالى يقول: "وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا"، هؤلاء اناس الله سبحانه وتعالى يعلم بانهم متمردون، لكن اذا يعاقبهم قبل ارسال الرسل هذا عقاب بلا بيان، وهو قبيح. فالله يأمر الأنبياء بأن يذهبوا إليهم ويأمروهم بأوامر الرب سبحانه وتعالى ينهو ينهون عن الفحشاء والمنكر ينهونهم عن الفحشاء والمنكر والله يعلم بأنه يعصون ولكن تتم عليهم الحجة فالله سبحانه وتعالى اذا يعذبهم في الدنيا والآخرة هذا العذاب يكون عن استحقاقهم ولا يعارض رحمة الله سبحانه وتعالى ولطف الله، ولا يكون ظلما. أنت أحيانا تعلم بأن هذا إنسان متمرد. زين بدون أن يصدر منه تمرد خارجي تعاقبه، هذا لا لا يجوز. لكن أنت تأمره فيتمرد فيستحق العقاب. زين. الله سبحانه وتعالى يريد ان يختبر الامه. كيف يتم اختبار هذه الامه؟ اختبار هذه الامه كان عبر الائمه عليهم الصلاه والسلام. جعلهم الميزان. فلذلك امر الائمه عليهم الصلاه والسلام باعمال. هسه الامه ما اتبعوهم. النتيجه المرجوه لم تحصل لكن الغرض في اختبار الامه قد حصل والامام يعلم بانه سوف لا يصل الى النتيجه المرجوه لكن مع ذلك لانه وظيفته يؤدي تلك الوظيفه كما ذكرنا مثال في السابق مقاتل في ساحه القتال يعلم بأنه إن صمد في موقعه ولم ينهزم سيقتل. زي نقول له أنت كنت تعلم بأن الهزيمة قد حلت بكم لماذا لم تنهزم؟ يقول أنا وظيفتي أن أدافع عن بلدي إلى أن أقتل. هل النتيجة لم تحصل والعدو سيطر هذه لا. ترفع مهمتي مهمتي الدفاع إلى حد القتل حتى الله سبحانه وتعالى نهى عن الانهزام والفرار من الزحف حتى لو تقتل لا يلام هؤلاء الذين يدافعون عن أوطانهم دفاعا شرعيا إذا قتلوا ولم تحصل النتيجة وحتى هو يدري هم ما تحصل النتيجة يعلم بأن العدو عدده وعدته اكثر وانه سيسيطر على هذه البلده. لكن هذا الانسان اذا ذهب وقاتل الى ان قتل يمدح. ما نقول له انت غرضك ما وصلت اليه. لان العدو سيطر، انت لو كنت تنهزم، العدو كان يسيطر وانت حي. الان ان لم تنهزم، العدو سيطر وانت قتيل. وكنت تعلم بان بهذه النتيجه. هل يلام هذا المجاهد الذي يدافع عن وطنه كلا لا يلام لماذا يقول لأن الدفاع وظيفتي فإذا إذا تشوف أمير المؤمنين أقدام وقاتل المناكثين والقاسطين والمارقين يؤدي وظيفته والله سبحانه وتعالى هو الذي قدر أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقتل وبعد ذلك يسيطر معاويه على رقاب المسلمين. الله سبحانه وتعالى قدر ذلك، لانه لا شيء في هذا الكون الا بتقدير من الله سبحانه وتعالى، بس هذا ما يرفع تكليف الناس. الناس او الكثير منهم في الامتحان سقطوا، الله سبحانه وتعالى يريد يميز الخبيث من الطيب، ليميز الله الخبيث من الطيب. الله سبحانه وتعالى يريد يمحص المؤمنين. الله سبحانه وتعالى يريد رفع درجة أوليائه يعني قيام الإمام أمير المؤمنين والإمام الحسن والإمام الحسين عليهم الصلاة والسلام والإمام الحسين عليهم عليهم الصلاة والسلام هذا القيام كان فيه فوائد كثيرة من جملة الفوائد رافع درجة الأئمة عليهم الصلاة والسلام لأن الدرجات من الله هي درجتهم عالية جداً لكن الله سبحانه وتعالى اراد ان يزيدهم درجه باطاعته وبالعمل بما يامرهم به وبالمصائب التي جرت عليهم وايضا يمتحن الامه وايضا يميز الخبيث من الطيب يمحص المؤمنين يثبت ما في قلوبهم نعم النتيجه الظاهريه بالسيطرة على زمام الأمور لم تحصل لأن الله سبحانه وتعالى لم يقدرها وهؤلاء كرامتهم على الله كانت بحيث لو طلبوا من الله يعني دعوا الله سبحانه وتعالى بأن يغير القضاء فالله سبحانه وتعالى قادر على ذلك لأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى وليس الأئمة أقل من قوم يونس لما الله سبحانه وتعالى قدر لهم وعليهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا فتضرعوا إلى الله سبحانه وتعالى فكشف عنهم العذاب إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين الله قضى بعذاب لكن بالدعاء والتضرع رفع العذاب فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا إذن فهناك حكمه في ذلك وهذا لا ينافي علم الائمه عليهم الصلاه والسلام. فقال له يعني الامام الباقر حمران: جعلت فداك ارايت يعني اخبرني اخبرني ارايت ما كان من امر قيام علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام يعني اعلان الجهاد واعلان الامامه وجمع العدد والعده والحسن والحسين وخروجهم وقيامهم بدين الله عز ذكره يعني خرجوا للجهاد واقاموا حكم الله سبحانه وتعالى في المده التي خرجوا فيها وما اصيبوا من قتل الطواغيت اياهم والظفر بهم حتى قتلوا وغلبوا امير المؤمنين قتل بسيف عبد الرحمن بن ملجم المرادي غيلة في صلاة الفجر في مسجد الكوفة في شهر رمضان، والإمام الحسن عليه الصلاة والسلام نهض بالأمر بعد أمير المؤمنين، ولكن كثير من أصحابه خذلوه. قبضوا الاموال من معاويه وارادوا ان يسلموا الامام الحسن لمعاويه فهنا الامام الحسن راى انه ليس من مصلحه الدين الاستمرار في القتال. هي مساله كثير يتساءلون انه لماذا الامام الحسن لم يقاتل حتى يقتل كما صنع الامام الحسين عليه الصلاه والسلام. نقول هذا العمل صنعه رسول الله صلى الله عليه واله الرسول في يوم الحديبيه صالح المشركين مصالحه على ان تكون هدنه بين المسلمين والمشركين عشر سنوات معنى هذه المصالحه شنو كان؟ بقاء الكعبه المشرفه بيد المشركين بقاء الاصنام منصوبه في الكعبه بقاء حرم الله حرم الله سبحانه وتعالى بيد المشركين وفي مواد الصلح امور غريبه حتى ان بعض المنافقين او بعض المسلمين اعترضوا على رسول الله صلى الله عليه واله من جمله بنود المصالحه انه اذا واحد من المسلمين ارتد رجع الى مكه خلاص يبقى في مكه اما اذا واحد من المشركين خرج من مكة إلى المدينة وأسلم المشركون في مكة يطالبون بإرجاعه يرجع يرجعوا إلى مكة الرسول صالح المشركين على ذلك لماذا؟ لأن كان في ذلك مصلحة للإسلام وبالفعل ظهرت هذه المصلحة بعد ذلك الآية هم نزلت إنا فتحنا لك فتحا مبينا هذه كانت من بركات صلح الحديبية صار امان الرسول بلغ وبعد ذلك المشركون نقضوا المصالحة فالرسول فتح مكة بعد عام او بعد عامين بعد عامين من دون قتال في الحديبية الرسول إذا كان يقاتل المشركين كانت هناك مقتلة عظيمة ولا يعلم ما يقول الأمر إليه هل كبدر حيث انتصر المسلمون أو كأحد حيث انهزم المسلمون لكن ببركة هذه المصالحة فتحت مكة بعد ذلك بسنتين بدون إراقة الدماء وأهل مكة دخلوا في الإسلام زين صلح الرسول معهم ولو كان يقتضي بقاء الكعبة بيد المشركين وبقاء الأصنام منصوبة في الكعبة لكن كان بمصلحة الدين ولذا بعد سنتين فتح الرسول مكة لما نقضوا العهد وكسر أصنامهم ودخلوا في دين الله وكان الفتح المبين إنا فتحنا لك فتحا مبينا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. فلذلك الأئمة يعملون حسب مصلحة الإسلام وما يريده الله سبحانه وتعالى. زين فإذا أمير المؤمنين والإمام الحسن والإمام الحسين كانوا يمتثلون لأمر الله. الإمام الحسن نهض بالأمر أشهر ثم لما كانت مصلحة الإسلام في المهادنة في الصلح صالح معاوية المعاوية كان عنده تخطيط غريب كان يريد أن يأسر الإمام الحسن ما كان يريد يقتله اشترى أصحابه أو بعضا من أصحابه حتى مثلا عبيد الله بن عباس هذا اشتراه بأموال طائلة فتركه وتركه 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 كثير من الناس كان يريد ان تقع مقاتله ويأسر الإمام الحسن ثم يطلق سراحه يقول هذا مقابل ذاك اليوم اللي الرسول صلى الله عليه واله في يوم فتحة يوم فتح مكه قال للمشركين اذهبوا فأنتم الطلقاء فمعاويه يجي يقول كما انه أطلقنا رسول الله صلى الله عليه واله واطلق ابا سفيان واطلق بني اميه واطلق فلان وفلان يوم فتح مكه نحن ايضا اطلقنا الحسن واطلقنا الحسين واطلقنا فلان كذا يوم بيوم خلاص الامر ينتهي. فلذلك الامام الحسن عليه الصلاه والسلام حفاظا لمصلحه الدين ولايمان المؤمنين صالح. والامام الحسين عليه الصلاه والسلام بعد الامام الحسن كان على نفس المصالحه الى ان مات معاويه، وبعد ذلك الامام الحسين عليه الصلاه والسلام رأى ان مصلحه الدين بامر من الله سبحانه وتعالى ان ينهض ولو انه يُقتل، فلذا يقول من قتل الطواغيت اياهم والظفر بهم حتى قُتلوا وغُلبوا فقال أبو جعفر يعني الإمام الباقر، الإمام الباقر يجاوب يقول الإنسان لازم يمتثل لأمر الله، سواء حصلت النتيجة أو لم تحصل النتيجة، على المرء أن يعني يسعى بمقدار جهده، وليس عليه أن يكون موفقا، يا حمران إن الله تبارك وتعالى قد كان قدر ذلك عليهم وقضاه وأمضاه وحتمه. الله سبحانه وتعالى قدر ما جرى على أمير المؤمنين وعلى الإمام الحسن وعلى الإمام الحسين. التقدير شنو هو؟ القدر تعيين حدود الشيء وقابليته وأوقاته وأمثال ذلك. وقضاه، قضاء الله يعني شنو؟ يعني الحكم التكويني، لأن القضاء بمعنى الحكم. وأمضاه وأمضاه يعني هيئ مقدماته القريبة وحتمه يعني قضاء حتم لكن الله حينما يقضي قضاء حتم هل قضاء الحتم يقيد قدرة الله سبحانه وتعالى؟ كلا يمكن الله سبحانه وتعالى يقضي قضاء حتما لمصلحة ثم يخصص ثم يستثني لمصلحة أخرى ثم يغير ذلك القضاء لمصلحه مثل النسخ عندما الله سبحانه وتعالى يأمر بحكم من الاحكام حتمي حكم واجب مثلا بعد فتره الله سبحانه وتعالى ينسخ ذلك الحكم يغير الى حكم اخر الله عين القبله بطرف بيت المقدس والمسلمون في المدينة كانوا يصلون باتجاه الشمال والكعبة على ظهورهم لأن الكعبة تقع في جنوب المدينة هذا حكم الله المحتوم أشهر سبعة عشر شهرا تسعة عشر شهرا يعني قريب السنتين المسلمون في المدينة يصلون باتجاه بيت المقدس ثم الله سبحانه وتعالى هذا الحكم الإلزامي الحتمي غيره قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة كذلك الله سبحانه وتعالى قدر قضاء حتما قادر على تغيير ذلك القضاء الحتم كما في قوله تعالى يقول وان منكم الا واردها يعني وارد جهنم وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا. في ايه اخرى الله سبحانه وتعالى يخصص هذا القضاء الحتم فيقول: ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون زين فيقول ان الله تبارك وتعالى قد قدر ذلك عليهم وقضاه وامضاه وحتمه على سبيل الاختيار يعني هذا الحاتم لا يقيد ويحدد قدرة الله سبحانه وتعالى يعني الله سبحانه وتعالى كل يوم إلى قضاء وقدر كل يوم هو في شأن هل عاجز على تغيير ذلك القدر الجواب كلا لذا يقول وحتمه على سبيل الاختيار ثم اجراه يعني الله قضاه امضاه حتمه ثم اتفق ما اراده الله سبحانه وتعالى وهذا لا ينافي علمهم بالنتيجه الله يقول اعملوا بوظيفتكم وهذه النتيجه انت لا تصل الى ما تريد الله سبحانه وتعالى يخبره ولكن مع ذلك يجب عليك ان تسير في هذا الطريق فبتقدم علم اليهم من رسول الله قام علي والحسن والحسين عليهم الصلاه والسلام يعني كانوا يعلمون بما يقول امر بما يقول اليه امرهم كانوا يعلمون كيف كانوا يعلمون بإخبار رسول الله لهم فبتقدم علم إليهم من رسول الله صلى الله عليه واله قام علي والحسن والحسين وبعلم صمت من صمت منا يعني بعد الامام الحسين لم يخرج واحد من الائمه بالسيف من الامام زين العابدين الى الامام العسكري هؤلاء لم يقوموا لم ينهضوا ايضا بعلم يعني الرسول صلى الله عليه واله كان قد اخبرهم بذلك بواسطه امير المؤمنين علي عليه الصلاه والسلام. بعد ذلك الامام الباقر يقول صحيح هذا كان قضاء حتمي لكن الله سبحانه وتعالى يغير القضاء، لو كانوا يريدون ويدعون الله سبحانه وتعالى الله كان يغير كرامه لهم، لكنهم رضوا بقضاء الله. لذلك الامام الحسين عليه الصلاه والسلام يقول: في طريقه إلى كربلاء رضا الله رضانا أهل البيت ولو أنهم يا حمران حيث نزل بهم ما نزل من أمر الله عز وجل وإظهار الطواغيت عليهم يعني سيطرة الطواغيت عليهم الظهور يكون بمعنى السيطرة والغلبة كقوله تعالى كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يعني إذا سيطروا عليكم زي. ولو انهم يا حمران في ذلك الوقت سالوا الله عز وجل ان يدفع عنهم ذلك والحوا عليه في طلب ازاله ملك الطواغيت وذهاب ملكهم. يعني دعوا والحوا في الدعاء اذن لاجابهم ودفع ذلك عنهم ثم كان انقضاء مدة الطواغيت وذهاب ملكهم أسرع من سلك منظوم انقطع فتبدد إذا السبحة شايفها إذا انقطع سلك السبحة تشوف أن هذه الخرز كيف تنتثر وتنتشر وكان أمره فرطا لو الله كانوا يدعونه ويلح ويلحون عليهم عليه في الدعاء لتغيير قضاء الذي قضاه عليهم. الله سبحانه وتعالى كان يغير القضاء وكان ملك الطواغيت يزول سواء بسبب غيبي او لا بسبب طبيعي، الله يهيئ الوسائل فيزول ملكهم. لكنهم رجحوا اراده الله، ما دام الله سبحانه وتعالى يريد هذه النتيجه لهم لمصلحه اهم. لرفع درجاتهم لامتحان الامه لاغراض اخرى فهم رضوا بما يريده الله سبحانه وتعالى. وما كان الذي اصابهم يا حمران لذنب اقترفوه. يعني غالبا المصائب التي تنزل على الناس بسبب اعمالهم كما قال ما اصابكم وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم. هذه غالب المشاكل التي تنزل على الناس بسبب اعمالهم، ولكن احيانا بعض اولياء الله سبحانه وتعالى الله يقدر لهم المصائب لرفع درجاتهم، وما كان الذي اصابهم يا حمران لذنب اقترفوه ولا لعقوبة معصية خالفوا الله فيها لم يرتكبوا ذنب، لم يرتكبوا معصية حتى الله سبحانه وتعالى يريد عقابهم بهذه المصائب، ولكن لمنازل وكرامة من الله سبحانه وتعالى. منازل في الجنة وكرامة معنوية، يعني الله سبحانه وتعالى أراد أن يكرمهم بدرجات، لكن الله حكيم. فلذلك ابتلاهم ليصبروا، ليدعو الله سبحانه وتعالى. ليتضرعوا اليه لكي ترتفع درجاتهم ولكن لمنازل وكرامه من الله اراد ان يبلغوها فلا تذهبن بك المذاهب فيهم، لا تجي هاي الشبهات اللي تثار في ذهنك انه لم يكونوا يعلمون او لانه هذه المصائب مثلا عقوبه لهم، كلا كانوا يعلمون بالنتيجه لكن كانت وظيفتهم ان يسيروا على ما ساروا عليه. فاذا يعلمون بالنتيجه لكن لان الله يريد يقدمون على المقدمات ونحن كثيرا نقرا ونشاهد من حياه بعض المضحين انه كانت لهم تضحيه مع علمهم بالنتيجه التي يؤولون اليها ولا احد يلومهم بل يمدحون على ذلك يقولون ضحى لاجل بلده ضحى لاجل وطنه ضحى لأجل الإنسانية زين واحد امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى يضحي هذه أرفع درجات التضحية وهو يعلم بالنتيجة يعلم بأنه يقتل، يعلم بأنه يظلم، يعلم بأنه يصاب بالمصائب والمشاكل لكنه يقدم لأن إرادة الله سبحانه وتعالى في ذلك لحكمة ومصلحة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا معرفة بهم هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين